تتبيلة اللحم. عندنا هنا كيلو لحم مفروم، وحبذا تقول له يحط لك معاه قطعة شحم. وعندي هنا بصل مفروم ناعم، وثوم برضو مفروم ناعم، وعندي برضو الفلفل الرومي مفروم ناعم، وكذلك أيضا الكزبرة مفرومة. وطبعا هذه كلها صفيتها من مويتها وجمعتها هنا، صفينا الموية كاملة من كل هذه الخضروات وصفيتها هنا، راح بعدين أحتاجها، يعني لا تهملوها لا ترموها، راح نحتاجها. وعندي هنا البهارات، وانتم تقدروا تضيفوا البهارات اللي تحبوها. عندي هنا الملح والبابريكا والفلفل الأسود والكمون والبهارات المشكلة والكزبرة المطحونة طبعا، والزنجبيل والثوم والبصل البودرة والكاري الحار للي يبى يضيفه. هذه هي بهاراتنا. والآن بعد ما تبلنا اللحم زي ما قلنا، راح نحشيه بالثلاث حشوات اللي هي الجبن المزوريلا والجبن الأصفر السيدر، وعندي هنا دريتس حار طحنته. طبعا تقدر تستبدله بأي بطاطس حار وتطحنه بالشكل هذا. وراح استعمل برضو معاه الجبن اللي هو يجي حق البرجر، الجبن المربعات حق البرجر. هذه حشواتنا الثلاث. طيب اول شيء راح اخذ قطعة من اللحم، من هنا على حسب انت السمك اللي تبغاه في اللحم. وراح اجي هنا في النص واحاول اني لا اخفف زيادة عشان ياخذ حق الحشو. وبعدين اخذ الحشوة اللي ابغاها، سواء كانت مزوريلا او جبن اصفر او الدريتس مع جبن البرجر. بعدين اخذ طبقة ثانية بس انها تكون اقل من الطبقة الاولى، وراح احطها فوق الحشو هذا واحاول اني اقفل. انا عني استعملت الشوائل الكهربائية، فيكم تستعملوا الصاج او اذا تبون تشوه على فحم او حطب. راح اخذ اول شيء زيت وراح امشي على الصاج لاجل انه ما يمسك فيه اللحم. طيب الان بالنسبة للموية اللي قلنا لكم عليها اللي استخلصناها من الخضار، ما اللي قلنا لكم لا ترموها، الان ناخذ منها نسقي زي كذا ونضيفها فوق اللحم، راح تعطينا نكهة مرة حلو. الآن راح نسوي صوص الجبن. أول شيء أضفت هنا ما يقارب ربع كاسة من الحليب، اللي هو أي حليب عندكم قليل الدسم، وراح أضيف عليه 4 ملاعق من الدقيق، وعلى نار متوسطة راح أبدأ أقلب الحليب مع الدقيق إلى ما يعني يذوب الدقيق مع الحليب وما يكون في اي تكتلات. راح نضيف تقريبا ربع ملعقة ملح بس، والان راح نضيف باقي كمية الحليب وننتظره لما يبدأ يغلي، طبعا مع التحريك البسيط. وبعدين راح نرفع من النار ونضيف الجبن. الان شايفين كيف بدأ يغلي مع الاطراف، على طول راح اضيف الجبن بعد ما طفيت النار، وراح اضيف الجبن المبشور ما يقارب تقريبا ثلث كاسة، وراح اقلب الى ما يذوب معانا الجبن.